مرحبا بكم أصدقائي ومتابعي قناة مجهول معلوماتي في هذه الحلقة الجديدة. بلا شك هناك العديد من البرامج والأدوات والتي تستخدم في استخراج الملفات المحذوفة سواء من القرص الصلب أو بمفتاح الـ USB أو من الكارت ميموري، لكن معظم هذه البرامج خصوصا المجانية منها لا ترقى إلى المستوى الذي يمكن أن تستخرج به الملفات التي تم حذفها عن طريق الفورمات أو الملفات التي حذفتها من مدة طويلة. وبالتالي سوف أشرح لك في هذا الفيديو الطريقة التي تتبعها الشرطة العلمية في استخراج دلائل من الذاكرة سواء من القرص الصلب أو بمفتاح الـ USB. وكما قلت فإن هذه الطريقة تعتمد عليها الشرطة في استخراج دلائل من أنواع الذاكرة المختلفة. إذا سوف نمر إلى الشرح مباشرة. سوف أطبق هذه العملية على مفتاح الـ USB. لقد قمت بعمل فرمطة له كما تشاهدون، فالـ USB فارغة تماما. الآن سوف أقوم بتجربة هذه الطريقة على هذا المفتاح، وبالتالي سوف أشرح لكم طريقة استخراج جميع الملفات التي مرت على هذه الـ USB ببساطة وبالأدوات التي تستخدمها الشرطة. إذا الآن سوف تقوم بتحميل برنامجين من خلال الرابط الذي سوف تجده داخل التدوين الخاص بهذا الفيديو، وطبعا رابط التدوين أسفل هذا الفيديو في الوصف. البرنامج الأول هو Access Data FTK. هذا البرنامج الأول يقوم باستخراج جميع البيانات الموجودة في الذاكرة، لكن هذه البيانات تكون مرمزة أو مشفرة، وبالتالي سوف تحتاج إلى برنامج AutoSpy من أجل فك هذا التشفير. هذا البرنامج يقوم بفك هذا التشفير، وبالتالي سوف تحصل على جميع الصور الملفات التي قمت بحذفها من القرص الصلب، مفتاح الـ USB، الكارت ميموري وجميع أنواع الذاكرة الأخرى. إذا سوف نمر إلى الشرح مباشرة، ويجب عليك أن تركز جيدا في الخطوات التي سوف أقوم بها. هي خطوات سهلة لكن تحتاج إلى القليل من التركيز. إذا أول شيء سوف تقوم به هو تثبيت هذا البرنامج على حاسوبك. بعد تثبيته بالطريقة العادية التي نقوم من خلالها بتثبيت جميع البرامج على الحاسوب، سوف تجده على هذا الشكل. إذا سوف تظهر لك أيقونة على سطح المكتب على هذا الشكل. كل ما عليك القيام به الآن هو فتح هذا البرنامج، ويجب أن تتأكد أنك قمت بربط الذاكرة في الحاسوب، سواء كانت القرص الصلب الخارجي أو المفتاح الـ USB أو كذلك الكارت ميموري. سوف يفتح معك البرنامج على هذا الشكل، وكما تشاهدون هذه هي واجهة البرنامج الأول. كل ما عليك القيام به الآن هو الضغط على هذه الأيقونة في هذا المكان Edit Evidence Item كما تشاهدون، تقوم بالضغط عليها. بعد ذلك تقوم باختيار Physical Drive ثم تضغط على Next. بعد ذلك تقوم من هنا باختيار الـ USB كما تشاهدون أصدقائي، أو القرص الصلب أو الكارت ميموري أو أيا كان الذاكرة التي تريد أن تستخرج منها الملفات. بعد ذلك مباشرة تقوم بالضغط على Finish. الآن كما تشاهدون ظهرت لكم مجموعة من الترميزات في هذا المكان. من أجل استخراج هذه الترميزات نذهب إلى الـ USB أو القرص الصلب أو الذاكرة عموما في هذا المكان كما تشاهدون، ثم تقوم بالضغط عليها بالزر الأيمن للفأرة، ثم اختيار Export Disk Image. إذا سوف تظهر معك واجهة بهذا الشكل. ما نحتاجه الآن هو الضغط على Edit. هنا تقوم بترك العلامة في الراو كما تشاهدون، ثم تضغط على Next. هذه البيانات تدخلها الشرطة، نحن لا يهمنا هذه البيانات، نقوم بالضغط على Next مباشرة. في هذا المكان تقوم باختيار مسار استخراج البيانات من القرص أو من الذاكرة، تقوم بالضغط على Browse مباشرة، تقوم باختيار مكان استخراج البيانات ثم تضغط على OK. وفي هذا المكان تقوم بتسمية البيانات، على سبيل المثال سوف أقوم بتسميتها علي كما تشاهدون. إذا تمت تسمية البيانات بنجاح. الآن تقوم بالضغط على Finish. الآن بعد تعبئة هذه المعلومات تقوم بالضغط على Start مباشرة، وهكذا سوف تبدأ عملية استخراج البيانات من الذاكرة. هذه العملية قد تستغرق الكثير من الوقت، قد تصل إلى ساعة إلى ساعتين أو أكثر حسب سعة القرص أو سعة الذاكرة. إذا أقوم بتعطيل هذه العملية لأنني قمت بها سابقا. وكما تشاهدون سوف تستخرج ملفات على هذا الشكل كما تشاهدون في هذا المكان. إذا نقوم بتصغير هذه البيانات كما تشاهدون. إذا سوف تستخرج ملفات على هذا الشكل، وما يهمنا في جميع هذه الملفات هو هذا الملف. هذا هو الملف الذي سوف نقوم بإدخاله في برنامج AutoSpy، لكن جميع هذه الملفات مهمة وبالتالي لا تقوم بحذفها. إذا الآن سوف تقوم بتثبيت برنامج AutoSpy على حاسوبك. بعد تثبيته سوف يظهر معك على هذا الشكل. هناك العديد من البرامج، هي برامج أقوى من برنامج AutoSpy، لكن معظم هذه البرامج هي برامج مدفوعة وكذلك غالية الثمن. وبالتالي فبرنامج AutoSpy هو برنامج مجاني يمكنك أن تستخدمه بكل سهولة. بعد تثبيت البرنامج على حاسوبك تقوم فقط مباشرة بفتحه. إذا ما عليك الانتظار إلى أن يتم فتح البرنامج على حاسوبك. والآن بعد فتح البرنامج سوف تجده على هذا الشكل. كل ما نحتاجه الآن هو الضغط على New Case في هذا المكان. بعد ذلك سوف تظهر معك واجهة على هذا الشكل. كل ما تحتاجه الآن هو تسمية البيانات التي سوف يتم تنزيلها على حاسوبك من خلال هذا البرنامج واختيار مكان التنزيل. سوف أقوم بتسميتها على سبيل المثال Ali Backup
على هذا الشكل. وهنا سوف أقوم باختيار مسار التنزيل، أفضل مكان هو سطح المكتب بالطبع، تقوم بالضغط على Select، بعد ذلك مباشرة تقوم بالضغط على Next. الآن هذه المعلومات خاصة بالشرطة سوف نقوم بتجاوزها بالضغط على Finish. الآن تنتظر قليلا للإشارة فقط، فهذا البرنامج يستغل مساحة كبيرة من الرام وكذلك أوامر كثيرة في المعالج، وقد يتسبب في تشنج الحاسوب في بعض الأحيان. فإذا كنت تملك حاسوب ذو مواصفات متوسطة أو ضعيفة، قد يتسبب هذا البرنامج في تشنج هذا الحاسوب من حين إلى آخر. إذن ما عليك سوى الصبر حتى تنتهي هذه العملية. ننتظر إلى حين انتهاء هذه العمليات في البرنامج. إذن كما تشاهدون مباشرة سوف تظهر معك واجهة على هذا الشكل. الآن انتبه جيدا، كل ما عليك القيام به هو الضغط على Next مباشرة، ثم هنا تقوم باختيار مسار الملف الذي قمنا باستخراجه من البرنامج الأول. تقوم فقط بالضغط على Browse، ثم تقوم باختيار هذا الملف. طبعا قمنا بتسجيله في مجلد New Folder كما تشاهدون. كما قلت لكم هذا هو الملف الذي سوف نحتاجه. تتذكرون سوف نعود إلى المجلد، وكما تشاهدون هذا هو الملف الذي سوف نقوم بإدخاله إلى البرنامج. إذن تذهب إلى هذا المسار كما تشاهدون، تقوم باختيار الملف ثم تضغط على Open. الآن تقوم بالضغط على Next مباشرة. هنا كما تشاهدون هذه هي الملفات التي سوف يتم استخراجها من البيانات التي قمنا باستخراجها من البرنامج الأول. ينصح بترك العلامة في جميع هذه الخيارات، ثم تقوم بالضغط على Next مباشرة. بعد ذلك مباشرة تقوم بالضغط على Finish. وكما تشاهدون بدأت عملية استخراج الملفات من البيانات التي قمنا باستخراجها من البرنامج الأول. أنصحكم بهذه الطريقة إذا كنتم تفكرون في استخراج الملفات من القرص الصلب أو من مفتاح الـ USB أو من الكارت ميموري أو جميع أنواع الذاكرة الأخرى. هذه العملية قد تستغرق الكثير من الوقت أيضا حسب حجم الملفات أو البيانات التي قمنا باستخراجها من البرنامج الأول. وبالتالي بعد استخراج الملفات سوف تجدها في هذه القائمة، تقوم فقط بالضغط على Data Source، بعد ذلك سوف تقوم بالضغط على Text Image، سوف تجد جميع البيانات موجودة في هذه الخيارات. سوف تجد جميع البيانات موجودة في هذه الخيارات بعد اكتمال عملية التحليل واستخراج الصور ومقاطع الفيديو والبيانات الموجودة في هذا المكان. إذا انتظرت إلى حين انتهاء هذه العملية، سوف تصبح مدة الفيديو ساعة أو ساعتين أو أكثر من ذلك. وبالتالي سوف أوقف الشرح في هذه الخطوة. أضمن لكم أنكم سوف تجدون عدد كبير من الصور وكذلك عدد كبير من الملفات التي قمتم بحذفها من القرص الصلب. فهذه هي الطريقة المتبعة في قسم الشرطة العلمية من أجل استخراج الدلائل والبيانات من أقراص الصلبة ومن جميع أنواع الذاكرة الأخرى. إذن إلى هنا أكون قد وصلت إلى نهاية الحلقة. إذا أعجبك هذا الفيديو لا تنسى الضغط على زر لايك وكذلك الاشتراك في قناة مجهول معلوماتي إذا كنت أول مرة تشاهد حلقتنا على اليوتيوب. كما لا تنسى تفعيل خيار الجرس من أجل تتوصل بإشعارات لجديد الحلقات، ولا تنسى مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائك حتى تعم الفائدة على الجميع. دمتم في أمان الله، إلى اللقاء. شكرا لكم على المشاهدة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة مجهول معلوماتي.